الحلو بيحق إلا اللي ما بيحق لغيرها. قصير كتير من عند الرجل وكان في هواء فطار شوي فبينت رجلي بزياده. يكون الهواء مطير لهون او لهون، انه هواء انه هواء على اساس العواصف 24 ساعه. الغالي بيرخص لك يا جميل. خلص بكره رح ابعت امي لعند امها. دخيل ام. هو قصير كتير من عند الرجل وكان في هواء فطار شوي فبينت رجلي بزيادة. يا خفير الطب، يعني فوق أسرة وبينت رجلي كمان بزيادة. أنا والله صعبة، هي ما كانت لعلى الباب لعلى الخاطئ. حاك يعني شو بدي أعمل هلأ؟ هو حلو لنايت كلاب، يعني لو راحة في سهرة كان بيطلع أحلى من الريد كاربت. حرام وبين رقم المحرك ستيلو والجلتر اللي فيه وكتير هيك يعني ضاوي، كان بينفع لأحضر فيه السهرة. حبيبي والله نحن بس ما عم نحكي لحدا مشان العين والله. بس انه حبيته هيك نغش يعني ستير فلابر. تطلعي على قبري قتلت. السبب فكان الهواء القوي اللي طير فساتينا وكشف بعض تفاصيل جسمه بشكل فاضح. يا ولي يا عي يا ولي يا عي. اضبية وغبية. عيب ما صحش. في ست طبعا ما بتحب تهتم بشعرها بلبسها، فما بالك لما بتكون ممثله. بيني ضرب شرط 18 صار لانه هذا الشيء جزء من حياتنا ومن شغلنا.